النهاردة هنتكلم عن علاج حب الشباب بثلاث زيوت بس. ايه هما الثلاث زيوت؟ عندي زيت جوز الهند، وعندي زيت شجرة الشاي، وعندي زيت بذور العنب. هكلمكم عن زيت وازاي بيعالج حب الشباب. عندي اول زيت جوز الهند، المفروض اجيب الاورجانيك اللي هو الدرجة الاولى عشان بيقلل من الافرازات الدهنية الموجودة في البشرة، وبيلطف من الالتهابات بتاعة حب الشباب بالذات اللي هو بيكون لونه احمر او ملتهب. عندي كمان بيقلل من البكتيريا الضارة المسببة لحب الشباب. وعندي زيت بذور العنب وهو انتي بكتيريا قوي جدا، وانا بستخدمه كمضاد بكتيريا، هيقلل من افرازات بتاعة حب الشباب وهيقلل من الالتهاب، وكمان بيقضي على حب الشباب. بس في بعض الناس بتتحسس من زيت بذور العنب، فياريت نعمل له اختبار حساسية على جزء من الوجه. عندي زيت جوز الهند زي ما اتكلمت عنه، هو وزيت بذور العنب الاثنين مع بعض بيكملوا بعض، لان ده قوي جدا في قتل البكتيريا وده كمان زيه، يبقى الاثنين هيكملوا لي بعض، والاثنين زيوت بارده. زيت شجره الشاي من الحاجات الحاميه جدا 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 على البشره، عشان كده بنبه ان يكون معاه اثنين من الزيوت البارده، ونفس الوقت عندهم خاصيه قتل البكتيريا. زيت شجرة الشاي معروف جدا في علاج حب الشباب، وبالذات حب الشباب الملتهب، حب الشباب اللي عامل حفر او عامل ندبات، فكويس جدا لان هو حمضي وبيقتل البكتيريا في وقتها، يعني اقدر استغنى بيه عن مضادات البكتيريا اللي موجودة في السوق او موجودة في الصيدليات، لان هو من اقوى مضادات الحيوية اللي موجودة في الزيوت. تعالوا يلا نعمل التركيبة مع بعض. عندي اول حاجة زيت جوز الهند، بضيف معاه زيت بذور العنب، وعندي شجرة الشاي، المفروض ان هو زيت حار لو من مكان كويس جدا. التركيبة هستخدمها دايركت على حب الشباب، ما ينفعش اوزعها وادلك على البشرة كلها لان هيسبب التهاب، لان هو حامي جدا زي ما ذكرت. يبقى انا المفروض احط على الحباية نفسها، ما وزعش على الوش وادلك. يبقى المفروض ان انا استخدمه مرة كل اسبوع، يا اما بنستخدمه دايركت على الحبوب نفسها عشان يقتل البكتيريا، وبعدين بغسل بعد ساعة بغسول مناسب لحب الشباب، او بستخدمه بعجن بيه ماسك من الماسكات الطمي المعروفة زي ماسك البنتونايت او الطمي البركاني او الطمي الهندي. كل دي ماسكات موجودة عشان تقلل من حب الشباب. اقدر اضيف الزيت ده بكل امان، معلقة اعجن بيها الماسك هتبقى مناسبة جدا وتقلل معايا حب الشباب. لو حصل اي حساسية بسبب زيت بذور العنب واكتشفنا ان احنا مش مناسب لينا، يبقى المفروض هنبدله بزيت تاني زي بذور الكتان، وده مشهور جدا كاقوى زيت حار بيعالج حب الشباب معايا. وهكتر بس من كمية زيت جوز الهند عشان يبقى فيه بالانس في التركيبة، وبكده هيكون مناسب لكل انواع الحب الشباب. عرفنا مع بعض في الحلقة ايه هم الزيوت اللي نقدر نستخدمهم في علاج حب الشباب، وبطرق سهلة وبسيطة جدا: زيت جوز الهند، زيت بذور العنب، وعندنا زيت شجرة الشاي اشهر مضاد حيوي. ولو عجبكم موضوع الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واي استفسار هرد عليكم في الكومنتات.